أين أنت يا حبيب؟ ماذا فعلت؟ كأنما ذروا على دور الكوفة غبار الموت. لقد بحت أصواتنا من كثرة مناداتهم. لقد أجابت الحيطان ولم نسمع من دور أهل الكوفة ردا. لا يوجد أحد أمام القصر، لا أرى أحدا. إذن أين مسلم يا ابن عوسجة؟ لا أدري يا حبيب، لست أدري. عندما جئي لم أرى أحدا أبدا، لا أمام القصر ولا حتى في المسجد. أتقول إنك لم تكن مع مسلم يا ابن عوسجة؟ لا، ذهبنا لنسد الطريق ولكننا لم نتمكن مما لاقينا من سباب وشتائم من نساء الكوفة، فأجبرنا على فتح الطريق لهن. خجلت أن أذهب لمسلم خالي الوفاض، ذهبت لأفعل شيئا فلم أتمكن، أتيت ولم أجد أحدا. مسلم أصبح غريبا في الكوفة يا حبيب، لا يعرف مكانا فيها. ترى في أي مكان هو الآن؟ صدقني لقد سئمت من هذا المكان يا ابن عوسجة، سئمت من هذا المكان. سوف أرحل من هنا، لن أبقى يا ابن عوسجة. إنه مكان يعج بالسفلة والكفر، هذا مكان لا يليق بأمثالي أبدا. هون عليك يا حبيب، علينا أن نجد مسلما بأسرع وقت. كيف يا ابن عوسجة؟ قل لي بربك أين؟ في أي قبيلة؟ العسس الليلي والشرطة في كل مكان، ألم ترى أحدا عند مجيئك؟ توقف لحظة يا حبيب، إلى أين؟ صدقني لقد سئمت من هذا المكان يا ابن عوسجة. سوف أذهب إلى أي مكان خير من هذه المدينة. الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة، سوف ألتحق بالحسين بن علي. وأنا والله كذلك أقلعت عن هذه المظالم، فلنبحث عن وسيلة للخروج من هنا. الطريق الوحيد للخروج هو النار، لم أعد أطيق البقاء هنا. إن كنت تعشق الإمام الحسين فعليك أن تقتحم الشط معي.